دومينغا نائمة، الأرجح أنها ستصحو غدا. عندئذ أكون قد ذهبت إلى منزل إسميرالدا لأتحقق من أنها هناك. سأطلب من خاسينتا أن تبقيها في غرفتها عندما تستيقظ حتى نعلم أين هي. لا تتصورين مدى قلقي لفكرة مواجهة بين ابني وبين رودولفو. لا أصدق. لا تقلقي بلانكا، سوف نطلب من الله أن يحل هذه المعضلة بأفضل طريقة. لكن أنا إحساس مريع ينتابني، كأن مصيبة ستحل. إني خائفة كريسانتا مما يجري. ربما كان علي أن أقول الحقيقة إن إسميرالدا ابنتهما، لكنني خائفة. حتى لو هددان بالموت كان علي أن أكشف السر، ليعلم أن رودولفو من الشاب الذي يؤذيها، وليعرف جيدا من هي تلك الشاب الذي يحتقرها. لكن أبلانكا في الطريق سيصب غضبه عليها لأنها خدعتها، والصدمة التي ستنزل بكبريائه ستزيده عنفا وقسوة. يا إلهي، أطلب منك فقط ألا تكون إسميرالدا في خطر. اشربي، سينفعك. شكرا لوسيو. لوسيو، لما أقفلت الباب؟ ذهبت إلى ذلك الرجل ولم تخبريني، لم تفكري بأن تقولي وداعا. كنت هناك معه سعيدة، تركتني وحدي، نسيتي. لا لوسيو، وددت أن أعلمك. كذب لوسيو. مرت سنين سنين، كرست نفسي لك وانتظرت، انتظرت طويلا. يا لحماقتي، أحسنت معاملتك لأكسب مودتك. وقد كسبتها لوسيو، أنت تعلم. عندما اعتبرتك لي أنت رجل، فوهبتني قلبك، نسيتني كأنني لا أعني شيئا لك، لا شيء أبدا. غير صحيح لوسيو، تعلم، تعلم جيدا أنني ممتند لك. أعترف بكل ما فعلته من أجلي. أنت كنت معلمي وأكثر من ذلك لمثابة والدي. السعادة، لكن للأسف لم تدرك هذا. كنت أتحرق شوقا، أجن شوقا، وأنتظر أن تكتشف حبي. لزمت الصمت لئلا أمس براءتك، فلم أكن أجرؤ على الكلام حتى لا أخيفك. أن أستغل ساعاتي وحدتنا ليحقق رغباتي. أنا بفعل لا
مشاعرك وتعودت الصبر، ضبطت أعصابي وغريزتي، كنت أذوق طعم العذاب كله. أحبك يا إسمرالدا. لا، أحبك بجنون. لم أصرح بهذا قبلا، لكني الآن أقوله لك. لا 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 إسمرالدا، إسمرالدا، فكري بعذابي وبعذابي. اتركني، اتركني، لا تلمسني، لا تلمسني، لا تلمسني. يا إلهي، احمي إسمرالدا. كان يجب أن أذهب إلى كوخيدومينجا لأرى إن كان رودولفو قد أخذها إلي، لكنني لم أفعل لأنني جبانة. كنت أخشى أن لا أجدها، أخشى أن أذهب غدا ولا أجدها. إني جبانة ربا، لو أصابها السوء أنا المذنب الوحيد. بصمتي حولت إسمرالدا إلى ضحية والدها. لا تسمح أن يصيبها السوء ربا، لا تسمح بذلك. كرست لك اعواما لاسمح ان تكون ثمره السعاده لغيري. لا، انا الذي صنعتك، انا، انت صنيعتي، وما صنعته سأعطيك. لا لوسيو، لا لا لوسيو، انقذتك من ذلك الحريق، وبانقاذك حطمت حياتي. انت المذنبه الوحيده، بسببك اصبحت مسخا مسكونا بالعذاب. لا 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 بلى، ولا يهم الآن لو عرفت، لطالما حاولت أن أخفي عنك ما أنا عليه. الآن ستعرفين كم أحبك. لا 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 لوسيو، لا لا لوسيو، لا لا لوسيو، لا لوسيو، لا لا لوسيو. بلى سيباستيان، وجدت عملا، لن أجني الكثير لكن لا بأس. أخبرتك الفار لن يخذلك، له نفوذ في المستشفى. غدا سأتي بإسمرالدا، اشتقت إليها، أود لو أذهب الآن وحالا إلى كازا جراندي. هل جنن؟ هل رأيت الساعة؟ قد تغفو على الطريق وتصاب بحادث. لا سمح الله، في هذا الوقت سيكون غير مناسب. بدأت نهارك اليوم في السادسة صباحا، الأفضل أن تنهض باكرا و تصل مع الفجر عندما تفتح عينيك. سأكون هناك. إسمرالدا طلبت أن أعود بسرعة، ويوشك أبي أن يعود. جيد أنها برعاية أمي، ولذا لست قلقا. لم تخبر حتى أمك أنكما تزوجتما؟ لا لا، عائلتي لا تعلم، ولذلك أنا مطمئن، لأنني أعلم أن ما من شيء يفرقنا. يا لوسيو، أتوسل إليك. توسلت إليك أن تتركي ذلك البغيض الذي فرقنا، لكنك تزوجت به. هل أشفقت علي؟ المسي، لا لا، المسي وجهي. لا لا لا، إني منفر. لا لا لوسيو، لا، يجب أن تحبيني، يجب أن تحبيني. لا لوسيو، لا. ألتا غراسيا، لما أنت مستيقظة؟ لم أستطع أن أنام، وددت أن أعلمك بأن والدك عاد من السفر. لقد عاد؟ أي ساعة؟ باكرا في الصباح، أراد أن يعلم إن كنت ستعود إلى كازا جراندي. لم أتوقع هذا أبدا، سأذهب إلى هناك في الحال. لكن سيدي، لما لا تنتظر الفجر؟ لا، سأحضر حقيبتي، لا وقت لدي أضيعه. ديونيزيو. نعم. هل رأيت إسمرالدا؟ هل تكون مع فلوريتيتا؟ لا كريسانتا، هل من خط؟ يا إلهي، يا إلهي،
عرفت أين هي؟ لا بلانكا، إزميرالدا ليست في منزلها، ولا شيء يدل أن دون رودولفو أخذها إلي. هي للكارثة، أين أخذها المجنون؟ لا أدري، لا أدري، ربما تركها في بيت ديونيزيو. لا، ديونيزيو لم يرها أيضا، لقد سألته لسته. ما سنفعل بلانكا؟ ماذا يحدث عندما تعلم دومينجا؟ إزميرالدا، إزميرالدا، سأذهب إلى الكنيسة كريسانتا، أحتاج للصلاة وإلى إيهاب الله القوة لأواجه رودولفو. سأفرض عليه أن يخبرني أين أخذ إزميرالدا. أين صغيرتي؟ أين أخفاها زوجك؟ صباح الخير دكتور، كيف كانت رحلتك؟ ممتازة. وإزميرالدا كيف هي؟ لا أدري، لم أرها دكتور. في هذه اللحظة سأسأل السيد رودولفو، هو أكثر من غيره يجب أن لا يؤذي إزميرالدا، لا يستطيع، وأنت تعرفين السبب. انتظرين هنا دومينجا، السيدة بلانكا وأنا سنتحدث إليه. أنا التي ستتحدث إلي، سأقول له وسيعرف الحقيقة. أنا الوحيدة التي ستواجهه. ما الأمر كريسانتا؟ عما تتحدث تلك المرأة؟ صباح الخير، أين الكل؟ والدتك في غرفة السيدة كريسانتا، ووالدك في مكتبه، وإزميرالدا. من يدري؟ سأذهب إلى والدي، سينهرني لأنني أتيت بإزميرالدا. يا إلهي، ماذا سيجري؟ جرمان، لما رحلت عني؟ لما تركتني وحيد؟ صباح الخير أبي، غضبت لأنني أتيت بإزميرالدا. سيدة بلانكا، وصل السيد خوسيه أرماندو. أين هو؟ إنه في المكتب مع دون رودولفو. كيف طردت من هنا؟ بأي حق؟ بالحق الذي تجرأتم وأدخلتموها إلى هذا المنزل. ومنزلي أيضا، هذا المنزل ملك لي أيضا، ثم بالتالي هو ملك إزميرالدا زوجتي. نعم، تزوجت بإزميرالدا. في هذه الحال ارحل أنت، حذرتك. نعم نعم طبعا سأرحل، وهذه اللحظة. لكن أخبرني أين إزميرالدا، أطلب أن تخبرني. لا يحق لك أبدا أن تطلب مني شيئا. إلى أين أخذتها؟ بحق السماء، ماذا يجري خوسيه أرماندو؟ ابنك المغفل هذا تزوج بإزميرالدا سرا وبلا علمنا.
سخر مني، استغل غيابي وثقتي وارتكب هذا العمل السخيف المجرم. صحيح بني؟ أجل أمي، أحب إزميرالدا ولن يفرقنا أحد. حصل، فرقتك نهائيا عن تلك الريفية الحقيرة الوصولية، ليست إلا مجردة. كفى سيدي، لا يمكنك أن تقول هذا عنها. أنت اصمتي واخرجي من منزلي، لأنك شبيهة بتلك العمياء. كفى دور ذرفه، أنت حقا لا تدري ما تقوله. الفتاة الحقيرة، تلك العمياء المغيضة، تكون ابنتك. تلك العمياء البغيضة هي ابنتك، هي ابنتك. نعم اعلم ذلك، لم اعد احتمل مطلقا ثقل هذا السر. لا استطيع، يجب الا الزم الصمت. إزميرالدا، هذه الشابة التي تكرهها بشدة وتحتقرها والتي لم تنفك تهينها، هي ابنتك الفعلية. ما الذي تقوله هذه المرأة؟ لكن هل جننت كريسانتا؟ لا، لست مجنونة. كان يجب أن أتكلم منذ زمن، لكني كنت خائفة. سامحيني بلانكا. أمي، ما هذه الحيلة الجديدة؟ لما تختلقين هذه الأكاذيب؟ لا، إنها الحقيقة، الحقيقة الوحيدة. لا، لا تبالي بها رودولفو، فهي تساندها منذ البداية. كل ما قالته ليس إلا كذبا. لا، من الذي سيصدق هذا الخبر السخيف؟ ليس سخيفا، التي تحمل حقا دم بيرنياريال، إنها هي إزميرالدا وليس الدكتور. الطفلة التي ولدت تلك الليلة كانت هي إنها ابنتك الفعلية والشرعية سيد رودولفو. هذه الريفية المسكينة هي إزميرالدا بنياريال.
لوشيان.